تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، أقيم مساء أمس مهرجان الكويت الدولي الثامن للجواد العربي 2019، البطولة الدولية الثامنة، وذلك بمركز الجواد العربي في بيت العرب. تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، أقيم مساء أمس مهرجان الكويت الدولي الثامن للجواد العربي 2019، البطولة الدولية الثامنة، وذلك بمركز الجواد العربي في بيت العرب. وقد أناب سموه رعاه الله نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح في حضور المهرجان. هذا وقد كان في استقبال ممثل سموه حفظه الله رئيس مجلس أمناء مركز الجواد العربي علاء حمد الرومي والسادة أعضاء مجلس الأمناء، وبدأ المهرجان بالنشيد الوطني. ألقى نائب وزير شؤون الديوان الأميري كلمة أعلن فيها: يطيب لي نيابة عن سيدي حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت المفدى أن نعلن عن ختام البطولة الدولية الثامنة ضمن فعاليات مهرجان الكويت الدولي الثامن للجواد العربي. وفي هذه المناسبة لا يفوتني أن أشكر القائمين على تنظيم هذا المهرجان متمثلا برئيسة اللجنة العليا الأخت الشيخة سارة فهد الصباح وأعضاء اللجنة المنظمة، متمنيا للجميع المشاركة والنجاح والتوفيق. بعدها بدأ عرض الخيول المشاركة في البطولة واستعراض النتائج من قبل لجنة التحكيم، وقام ممثل سموه بتوزيع الجوائز على الفائزين بالبطولة.